نشرة إخبارية مفصلة من قناة الجمهورية، أهلا بكم. قتلت امرأة وأصيب 4 مدنيين آخرين بينهم طفلان في اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وأحد ملاك المحلات التجارية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، بعدما فرضت ميليشيات الحوثي جباية أموال مضاعفة من المحلات التجارية بمديرية رداع تحت مسمى جمع زكاة وضرائب، لكنها واجهت رفضا من تجار المدينة. كما عثر مواطنون في مدينة البيضاء على 3 جثث لأشخاص قتلتهم ميليشيات الحوثي بطريقة وحشية، ثم سحلتهم من سفح جبل بمديرية القريشة انتقاما منها لتلبية دعوة النكف القبلي التي أطلقها الشيخ ياسر العواضي. وكانت الميليشيات قد أقدمت في أغسطس عام 2016 على جريمة مماثلة على خلفية نكف القبائل البيضانية التي منعت الميليشيات يومها من دخول حميقان وتصدت لهم على بوابة ذي ناعم بمقتل 4 من مشايخ آل العمري و5 من آل حميقان كانوا عزلا، وقامت بسحلهم ورميهم في أحد وديان البيضاء في جريمة أثارت استياء وغضب اليمنيين. كشفت صحيفة المصدر أونلاين عن عشرات الوثائق السرية المتعلقة بميليشيات الحوثي تتضمن رسائل وخططا وصورا وخرائط وفيديوهات يعود بعضها إلى مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، في حين تعود غالبيتها إلى فترة قريبة. وأكدت الوثائق التي وقعتها الميليشيات الحوثية منذ مقتل زعيم الجماعة حسين بدر الدين الحوثي العام 2004 أن الجماعة الإرهابية تلجأ لتوقيع مثل هذه الاتفاقات في حال ضعفها العسكري لأخذ نفس تستعيد من خلاله قواها، ولم يثبت أنها أوفت بأي من التزاماتها، بدءا بتعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وعمه للرئيس السابق علي عبد الله صالح الالتزام بالدستور والقانون والولاء للنظام الجمهوري والرئاسة، مرورا باتفاق دماج الذي جرى بينها وبين الشيخ يحيى الحجوري واتفاقي عمران مع اللجنة الرئاسية، وصولا إلى نقضهم لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة بين الجماعة والرئيس هادي في العام 2015 ميلادية. يأتي نشر هذه الوثائق في وقت تحاول ميليشيات الحوثي الإنقلابية عقد اتفاقيات مراوغة مع قبائل البيضاء لكسب مزيد من الوقت، وذلك ليكفيها لحشد مقاتليها في ظل تحذيرات شعبية وقبلية وسياسية من القبول بوساطة الحوثيين أو عقد أي اتفاقيات معهم بناء على تاريخهم الحافل بالمكر. ناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية دعمها بأدوات الوقاية ومد المستشفيات بالمواد الطبية وأجهزة التنفس كي يتسنى لها مواجهة وباء كورونا وإنقاذ حياة الناس لمواجهة تفشي الفيروس بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بها في مناطق سيطرتها إلى 34 بينها 7 وفيات، نظرا لتصدع النظام الصحي جراء استمرار الحرب وشح الإمكانيات. تواصل دولة الإمارات الشقيقة جهودها الجبارة في احتواء أزمة اليمنيين المصابين بكورونا أو العالقين في أراضيها بسبب الفيروس، حيث أجلت مؤخرا 115 مواطنا عالقا إلى اليمن في دفعتين عبر مطار الريان. وكانت الإمارات قد قدمت 120 طنا من المواد الغذائية والطبية لمدينة عدن تغطي 10,000 من العاملين في المجال الصحي، مساهمة منها في القضاء والحد من تفشي فيروس كورونا. أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 في 2 يونيو المقبل بمشاركة الأمم المتحدة. من جانب آخر، نفى المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مزاعم ميليشيات الحوثي بترحيل المملكة 800 صومالي إلى اليمن، مؤكدا أن الميليشيات الحوثي الإرهابية قامت في شهر أبريل 2020 بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8,000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم نساء.
أعلن البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن أنه وصل إلى مرحلته النهائية في تأهيل منفذ البقع التابع لمحافظة صعدة، حيث يقوم بسفلتة طريق المنفذ الذي يبلغ طوله 2 كيلو و600 متر ودعمه ب 167 عمود إنارة واستبدال سور المنفذ بطول 3 كيلومترات وتأهيل الساحة الإسفلتية المقدرة ب 24,000 متر مربع. شهدت أسعار الملابس الجاهزة في مدينة المخا ارتفاعا كبيرا مع إقبال الناس على شراء الألبسة خلال شهر رمضان، حيث قفزت أسعار أغلب قطع الملابس إلى الضعف من قيمتها، وذلك مقارنة بأسعارها خلال الأشهر الماضية في ظل غياب الرقابة الرسمية وشكاوى التجار من تراجع قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي. نهاية النشرة، ولكن قبل الختام جولة سريعة في عالم المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن الصغير والمتابعة، في أمان الله.